جينا نتكلموا على واحد المشكل تيعيق الخدمه ديالنا، كيعيق النشاط ديال النقل السياحي على مستوى مدينه الدار البيضاء، الا وهو يعني تشابكات مع اصحاب التاكسيات. دونك حنا اليوم حنا كنطمحوا اننا نمشيو في التوجه ديال اللي دارتو الحكومه وزاره السياحه ديال خريطه الطريق لجلب 17 مليون ونص سائح، وحنا كمستثمرين في القطاع بغينا نطمحوا ونشوفوا بلادنا يعني كتمشي لهذا المستوى اللي كتطمح ليه. ولكن حنا اليوم كنجيو كنلقاو عراقيل باش نخدموا في اريحيه. حنا باش اليوم ان السائقين ديالنا نمشيو نكونوهم باش يديو الخدمه مع السائح، راه النقل السياحي اول حاجه باش يخصو يفهم الرأي العام ان النقل السياحي هو اسم على مسمى، راه سميتو النقل السياحي، راه ما سميتوش تاكسي السياحي، راه التاكسي دير النقل العمومي، راه ماشي تاكسي سياحي. بعد هذوك لي بانو اللي كاينين حدا لوطيلات، راه ممنوع ان التاكسي يوقف. واش البلاكه ديال الطاكسي حدا جنب الفنادق غيجي المواطن غياخذ الطاكسي من تما؟ راه ما غاديش يركب في الطاكسي. دونك هنا كاينه علامه استفهام. حنا ما فهمناش. حنا كنلتزموا بدفتر التحملات ديالنا اللي تيقولوا بعض الاخوان واللي تيطعنوا ان شوف طريقه الخدمه ديالنا. حنا عندنا كاين الفوتشر، كاينين جوج بنود واضحين وضوح الشمس. كاين الفوتشر كيكون عن طريق اجونس دو فواياج، وهو عباره عن هو باش كنتخلصوا، هو لو جوتون بهذه العباره. وكاين مانيفيست دو باساجي، فيه المانيفيست ديال الغير المقيمين اللي كنعمروا الاسم ديال واحد مسؤول عن المجموعه، وكاين المانيفيست ديال الغير المقيمين ديال المغاربه. هذاك اللي كاين واحد الاجراء تنديروه باش كنديروا واحد الايميل كنصيفطوه لوزاره النقل باش كنديروا الخدمه. تحديد المده باش غادي نمشيو نهزوا الزبون وامتى وداك الشيء، حنا حرين، ما عندناش تحديد المده في 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 في, في الكايد شارج كيف كيزعموا بعض الاخوان. وحنا راه ما عندناش مشكل مع الطاكسي، الطاكسي راه كيدير لالين، راه كيمشي يهز الزبائن، راه الدار البيضاء بعدا راه فيها ازمه النقل، راه كيمشي يهز الطاكسيات اللي كنعرفوا حنا، راه تمشي يهز الزبون من النقطه ا الى نقطه بي اللي مخول ليه يعني القانون اللي كاين في الظاهر الشريف. حنا اليوم السؤال الجهات المسؤوله ملي كتجي تعاين، ملي كتجي تعاين يعني الواقعه امام الفندق، حنا كنحسوا بان تيكون واحد شويه ديال التحيز الى جانب الطاكسي، رغم ان حنا يعني مستثمرين مخرجين طوموبيلات بالدراهم يعني بالملايين، والسائقين حنا موفرين سوق الشغل، السائقين مخلصين لهم جميع القوانين ديالهم، لاسينيسيس ديالهم كنخلص يعني. المهم حنا المقاولات ديالنا اليوم بغيناها تحمى باش نخرجوا لسوق الشغل نخدموا في اريحيه. واش حنا انا تنتم غادي لوطيل نقرا ايه الكرسي باش نزك ليان؟ انا راه ماشي ما تخلعنيش انا مثلا هذاك مول الطاكسي اللي غادي يمشي غنواجهه ولا شي حاجه، راه كنبقى نشوف شي حوايج اخرى كيتعطل ليا الوقت، الزبون كتمشي عليه الطياره، تنكون انا ملتزم بشي حوايج مع السائح، وهذا كيخدش يعني حشومه قدام السائح. نجيو بدون الدار واحد نورمالمون سائق الطاكسي راه في القانون راه ما خصوش يغادر المركبه ديالو، ياك واقف حدا 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 هذا ديالو حدا البانو ديالو ممنوع عليه يغادر الطاكسي. هادشي اللي تنعرفو وكنطالبوا من هذا المنبر المسؤولين يعني رئيس الحكومه
انهم يوقفوا على هذا المشكل اللي كاين خصوصا في مدينه الدار البيضاء، لان هذا الشيء هذا راه لا يرقى الى المخطط خارطة الطريق اللي كتنهجد وزارة السياحة ورئاسة الحكومة باش نجلبوا 17 مليون ونص سائح ويوفروا لنا الأرضية فين نزيدوا نبدعوا في هذا الميدان هذا.